All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 ذهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم على أشجع مغامرة وخارج عن القانون في عصر الكابوي، ألا وهي بلاك بيل، ورح نشوف قصتها من الألف للياء. فيلا نخش في المقطع. طبعا زي ما تعرفون، بلاك بيل من الشخصيات القوية جدا اللي ظهرت في الأوفلاين وهي في حالة هرب وتخفي. فليش كانت هاربة ومتخفية؟ عشان توضح الأمور، أحداث الأونلاين قبل أحداث الأوفلاين بسنوات. طبعا مع التحديث الأخير للأونلاين أضافوا الشخصية القوية بلاك بيل، ومن هنا راح نعرف ماضيها وإيش صار لها وليش كانت هاربة ومتخفية، وأول زيارة لها هذا اللي راح يصير. You sack of shit! Get out of here or I'll blow us all to hell! Wait a second. You're under them breakouts from Siska, ain't ya? Oh, hell, why didn't ya just say so? I'm Black Bell, but I suppose you already know that, don't ya? Thought you was a bounty hunter. Bounty hunters I can't abide. Had a couple of them pick up some of my boys just the other day, and now they're on their way to Rhodes to hang. Y'all wouldn't like some work, would ya? Well, that's good. You can go stop their transport wagon and break them boys out. From what I hear, you shouldn't know how that works. They're coming into Rhodes from the east. Now run along. Only so long before them boys got rope round their necks. زي ما شفتوا حوار شيق صراحة. أول ما خشينا لها كان ظلام في ظلام، وبلاك بيل على طول ولعت لنا ديناميت وبغت تفجر أهلنا تفجير. لكن لما عرفت يعني هويتنا ومين نحن وإن جايين هنا عشان نساعدها، على طول غيرت رايها وأعطتنا المهمة. طبعا مهمة جدا جدا سهلة، لكن ما علينا. طيب خلونا نطالع في مكان بلاك بيل. طبعا الأشخاص اللي لعبوا الأوفلاين ممكن يتعرفون على المكان اللي جالسة فيه، مكان جدا جدا غريب وله قصة يعني سوداوية في الأوفلاين. طبعا هذا المكان في الأوفلاين هو عبارة عن بيت للعبودية واستئجار العبيد وبيعهم وشرائهم. طبعا بجانب هذا البيت راح تحصل جثة، وعلى عنق الجثة راح تحصل أغلال محكمة تماما. طبعا راح تحصل معاه رسالة، وفي الرسالة راح يتكلم عن البيت الغريب للعبودية اللي جالسة فيه له بلاك بيل. طيب لما نستكشف البيت أكثر وأكثر راح تحصل العديد من الأشياء المخيفة والغريبة. على سبيل المثال راح تحصل أغلال وأصفاد وسلاسل يحط طونها للعبيد زي ما تشوفون. الظاهر انه هذا هو المكان اللي يتم فيه حبس العبيد ليتم لاحقا بيعهم او شراءهم، واضح جدا من السلاسل والاصفاد والاغلال. طيب نرجع لبلاك بيل مرة أخرى. ليش هي قاعدة في هذا المكان؟ هل لها علاقة ببيع العبيد وإنها مسؤولة في هذا الشيء؟ طبعا بالنسبة لمهمتها، مهمتها كل اللي عليك إنك تروح تحرر سجين من الشرطة وتوديه لمكان معين. فسؤالي، هل هذا السجين لاحقا راح يتم سجنه في بيت العبودية من قبل بلاك بيل أو لا؟ الآن راح نجي لبلاك بيل مرة أخرى عشان تعطينا مهمة جديدة ونعرف تفاصيل أكثر عنها، وهذا اللي راح يصير. There's some killing needs done. Oh, and believe me, it needs doing. I can count on two hands how many men I done killed. Well, three. Or four hands. Point is, it's something I weighed up real careful like. So when I tell you to get these raiders and their harlots, I mean, you should get them all right. They're over at Shady Bell. Do me proud.
زي ما شفتوا مهمة جديدة، قتل في قتل، اغتيال في اغتيال. يعني بلاك بيل كانت شخصية كبيرة جدا وقوية في عصر الكابوي، وكانت مصدر خطر لجميع الكابويز، وأيضا هي هدف رئيسي للعدالة والشرطة. نرجع مرة أخرى ونقول إنه أحداث الأونلاين قبل أحداث الأوفلاين، لذلك بلاك بيل كانت تقوم بجميع هذه الاغتيالات والتخريب قبل ما تبدأ قصتنا بسنتين تقريبا. عموما لما تبدأ قصتنا الرسمية في الأوفلاين وتحديدا بآرثر مورغان، آرثر راح يعرف تفاصيل مهمة جدا عن بلاك بيل. تعالوا نسمع سويا. You there. Oh, hello. You a bounty hunter? Not right now, I ain't. You Black Bill? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them neither. And fighting? Yeah, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bill, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. زي ما شفتوا بلاك بيل مختبئة في هذا البيت، ولاحقا اكتشفنا انها مطلوبة للعدالة حية او ميتة، وانه آرثر مورغان كان سبب في انه الباونتي هنترز وصائدي الجوائز يعرفون مكان بلاك بيل وعلى طول داهموها وهاجموها. المهم اللي عليك الان يا آرثر مورغان انك تساعدها بالتخلص من جميع الباونتي هنترز، ولما تنتهي هذا اللي راح يصير. Is that the last of them? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, a man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Oh, great. Look, you stand over there and, let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? I ain't sure. How about this then? Okay, I got it. Then I guess they'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yep. Good luck. زي ما شفنا سويا ساعدنا بلاك بيل، وبلاك بيل راح تمشي في طريقها وما يمديك تلحقها. طيب في صورة بلاك بيل نقدر نعرف عنها معلومات ضخمة. اولا اسمها الحقيقي هو ماي بيل اليزابيث كولتر، واسمها المستعار هو بلاك بيل. بلاك بيل تزوجت 6 مرات من 6 اشخاص، البعض منهم مجرم، الاخر مقامر، والبعض الاخر خارج عن
عن القانون. الأمر الغريب في بلاك بيل إنها أبداً أبداً ما تطلقت من أحد الستة الأشخاص هذولا، يعني لحد الآن متزوجة من الستة. طبعاً من الحوار اللي دار بين بلاك بيل وآرثر مورغان استنتجنا إنها هاربة من القانون وهاربة من العدالة لمدة 12 سنة، وسبب هروبها وتخفيها في المنازل المختلفة الغريبة بسبب إنها تخطط لسرقة بنك مدينة رودز واختباء من صائدي الجوائز من جهة أخرى. طيب تلخيصا لقصتها، هي بكل بساطة امرأة أسطورية خارجة عن القانون مطلوبة للعدالة بسبب التخريب وإعاقة عمل الشرطة والسرقات بشتى الأنواع وبشتى الطرق، مطلوبة للعدالة من 12 سنة ولا زال العد مستمر ولا زالت هاربة عن القانون في الزمن اللي ابتدت فيه قصتنا، يعني جننت الشرطة والعدالة بشكل كبير جدا. هاشتاج شجاعة. وهذه هي قصة بلاك بيل، أشجع خارج عن القانون في الوايلد ويست وعصر الكابوي. طيب يا لهبيين، شاركوني آراءكم في خانة التعليقات عن شخصية بلاك بيل، وهل راح تشوفونها راح تنجح وراح تكون عمود رئيسي إذا انضمت لعصابة داتش أو لا؟ أنا أتوقع يعني راح تصير مشاكل كبيرة جدا بين النساء وبلاك بيل، وأيضا بين بلاك بيل والرجال. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك لديكم بلاك بيل الآن تدمركم تدمير هد تعطيكم. ها يلا سلام عليكم.